بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي ابو بكر خلف احمد مراد، من مواليد محافظه سوهاج مركز طيمه قريه المواطين. حصل على لسانس اصول الدين جامعه الازهر فرع اسيوط 2016. الحمد لله انا كنت شغال سباك مع ابويا من صغري، الحمد لله كنت بخرج معاه ايام شغل الحديد وكده، فحبيت المهنه الحمد لله. وبعد ما خلصت اللسانس وخلصت الجيش حبيت ان انا انزل القاهره هنا وابدا في شغلي، ومن ناحيه ان انا ما اسيبش دراستي فقدمت في الدراسات العليا. قدمت في الدراسات العليا الحمد لله نجحت في السنه الاولى وان شاء الله في سنه ثانيه، وبخرج اشتغل سباك باخد شغل الحمد لله، بحب مهنتي. بعد ما برجع من الشغل براجع الورد القراني بعد الفجر الحمد لله، انا لو محدد جزء او جزئين براجعهم، بحاول ان انا انسق دراستي مع شغلي قدر الامكان. يعني الواحد لما يكون شغال في المعمار بتبقى صعبه ان انت تدرس وكده. الحمد لله خطيب جمعه هنا ماسك مسجد اهالي هنا الحمد لله بخطب جمعه. قررت ان انا اقدم ماجستير عشان شغل المعمار او شغلي كسباك ما يضغيش على العلم بتاعي، العلم اللي معايا. انا لو انهمرت مثلا في انهمكت في الشغل المقاولات وشغل كده هنسى الدراسه بتاعتي ومش هرجع قران. لا، انا اقدم ماجستير وابدا ايه ان انا اطلع على الكتب الاعلى من كتب الليسانس، كتب التراث وكده. انا لما جيت هنا ان انزل القاهره واقعد فيها قررت ان انا اقعد في مكان يبقى اقرب الاقربين الموجودين فيه، يعني فالعيله بتاعتي موجوده هنا، يعني عيال عمي وعمامي وعيال عم ابويا موجودين هنا، فانا ما بحسش ساعات بتحس بالوحده ان انت عايشه لوحدك وعايشه في شقه لوحدك، بس يعني بيعاملوني كويس. يا شيخ ابو بكر احنا معانا شغلنا كذا كذا، شيخ ابو بكر احنا معانا، يعني الحمد لله. يعني حتى هي كلمه فني سباك مش عيب ولا حاجه، بس هم بيقدروني ان هم بيقولوا لي يا شيخ ابو بكر، لان بخطب بهم الجمعه وكده وبنصحهم الحمد لله. صاحب القران او صاحب او طالب الازهري بيبصوا له يعني بينظروا له نظره حلوه ان ده طالب، يعني الازهر ليه مكانته في اي مكان الحمد لله. هي فكره لبس الجلباب في الصعيد موجوده، واحنا بنلبس جلباب وبنلبس مثلا لبس كاجوال وكده عادي، بلبس هنا عادي بنطلون وقميص، بنطلون وبروفال، وفي الصعيد بلبس جلباب وهنا بلبس جلباب، بل بالعكس لبس الجلباب ده نفسه هيبه يعني على قدر من اي لبس تاني. اكتر حد بيدعمني اختي، حد مقرب ليا، اصدقائي، عبد الله صاحبي، حتى المقاولين اللي انا شغال معاهم لا ما تسيبش الدراسه بتاعتك، زي عم نعيم ابو مازن، فانت لو سبت الدراسه هتتعب. من ناحيه تانية يعني الحمد لله في ناس بتقول لك لا انت مش هتقدر توفق ما بين شغلك ودراستك، ما يعني ما تحاولي ما تركزيش مع الناس دي اللي هي سلبيه مثلا، انت تجمع ازاي حاجتين، لا اقدر اجمع حاجتين ان شاء الله. يعني انا اقول لاي شاب متخرج مثلا واخد كليه ما توقفش، ما تقعدش، اشتغل اي حاجه، مش شرط يعني انت خريج جامعه ازهر ومعاك صنعه سباك مبلط بنا، اشتغل ما توقفش، العمل عباده نفسه. ما تيأس، لا ما تقولش ان انا مثلا معايا ليسانس المفروض اتعين في المكان الفلاني واخد الشيء الفلاني، لا اشتغل وربنا يعني زي ما قال في القران ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل، اعمل. وبقول لاي حد ان هو يتعلم صنعه، الصنعه دي هتفيدك في كل حاجه، تفيدك في عملك حتى لو ما اشتغلتش بره عشان تجمع فلوس، حتى لو باظت حاجه، لو انت كهربائي وباظت لمبه تعرف تغيرها في شقتك، ما توقفش ان انت لسه ترن على صنايعي والصنايعي عبل ما يجي لك ده لمبه ومش عارف. اي حد بقول لاي حد ابنه يعلمه صنعه، حتى لو هو يدخل طب بشري علمه صنعه.